يعطيكم العافية. إن شاء الله راح نبدأ حديثنا عن example 2.11 investing in electrical efficiency، الاستثمار في الفعالية الكهربائية. Two pumps capable of delivering 100 horsepower to an agriculture application are being evaluated in a present economic study. The selected pump will only be utilized for 1 year, and it will have no market value at the end of the year. Pertinent data are summarized as follows. في عندي معلومات عن كل بامب وعن كل مضخة، تمام؟ If electric power cost $0.1 per kilowatt hour and the pump will be operated 4,000 hours per year, which pump should be chosen? Recall that 1 horsepower is equal 0.746 kilowatt. الفكرة هون انه في عندي 2 بامب مضختين، كل مضخة بتعطيني 100 حصان. هلا ادام عندي الطاقة الميكانيكية تعطى بالهورس باور في الحصان، ملاحظة هاي للطلاب ما بيعرفوا هذا الشيء، تمام؟ وبحكي لي انك انت البامب راح تختاره في كل حالة مش راح يعمل او مش راح يستخدم اكثر من سنة، راح تكون مدة الدراسة لمدة سنة. راح ندرس تو موتورز راح ندرسهم، نعملهم تحليل لمدة سنة كل واحد فيهم، تمام؟ وبحكي لي في نهاية السنة مش راح يكون له ماركت فاليو. الآن انت بعد ما تستخدم الاشي ممكن تبيعه كجانك فاليو، كقيم بخس، او بعد الاستخدام بتبيعه كسعر رمزي او الى اخره، تمام؟ هو حكي له انه ملوش قيمة بعد ما تستخدمه وتخلص منه، يعني ممكن نحكي بتكبه بدون ما تستفيد منه من سعره، تمام؟ يعني ما بتبيعه كخردة، ممكن نحكي سالفج فاليو او جانك فاليو. ومعطيني معلومات عن الاثنين، بيرتشيس برايس، سعر الشراء لكل واحد فيهم، اللي هو الكابيتال انفستمنت بنسميه احيانا، انك انت السعر دفعته في البداية عشان تشتري كل واحد فيهم. سعر الاول كان 2900 والثاني 6200. المينتنانس كوست اللي هي تكلفة الصيانة، الاول $170 الثاني $510. الفعالية لكل واحد فيهم 80% والثاني 90%. بحكي لي إذا كانت تكلفة الكهرباء راح يستهلكها، تكلفة الكهرباء عليك إنه كل كيلو واط أور تدفع هذا المقدار اللي $0.1، وكل بامب ما راح يشتغل في السنة، يعني تو بامب لو أي واحد فيهم أنت راح تستخدم على الجهتين في كل واحد فيهم راح يشتغل بس سنويا 4000 ساعة، تمام؟ هاي 4000 ساعة في السنة. شو البامب راح تختاره؟ ومعطيني هون هنت او تذكر انه انت الواحد حصان بيعطيني كيلو الا شوي، اللي هو 0.746 كيلو واط، تمام؟ هلا الان انا ما بدفع تكلفة الهورس باور، بدفع تكلفة ممكن نحكي او بالاحرى انا ما بدفع التكلفة، تكلفة الكهرباء اللي راح استفيد منها، بدفع تكلفة الكهرباء اللي داخلة على الموتور، الموتور بيسحبها، صح؟ هلا الطاقة او القدرة اللي بيعطيني اياها الموتور مش نفسها القدرة بتدخل عليه. متى بتكون نفسها؟ في حال كانت الافشنسي 100%، لما تكون الفعالية 100% فأنا الطاقة اللي بسحبها الموتور هي نفس الطاقة اللي بيعطيني إياها، وهذا الإشي مش موجود لأنه nothing is ideal، ما فيش إشي مثالي، صح؟ يعني هاي بجوز هذول الموتورات من أفضل الموتورات في العالم، إنه 90% و 80%، فهذا يعني 90% إشي كويس إنه فعاليته، يعني بس بخسر تقريبا 10% من الطاقة اللي بتدخل عليه، وأنا بالتالي أنا بدفع ثمن الطاقة اللي راح تدخل على الموتور، وبالتالي انا راح ادفع ثمن الطاقه اللي راح تدخل على الموتور. وزي ما نعرف انه في علاقه تربط لي ما بين البي اوت والبي ان والافيشنسي، اللي هي في الكهرباء اخذناها انه الافيشنسي بتساوي البي اوت على البي ان، الفعاليه لهذا الموتور تساوي الطاقه اللي راح طالعه من الموتور على الطاقه اللي داخله عليه، تمام؟ وبالتالي انا عشان اتعامل او انا بتعامل مع الطاقه اللي داخله عليه وبدفع ثمنها، وبالتالي انا بدي اطلع قديش قيمه الطاقة اللي داخلة عليه. القدرة اللي داخلة عليه عبارة عن البي ان، بس رتبت المعادلة،
صارت عبارة عن بي ان تساوي بي اوت على افيشنسي، وعند البي اوت الطاقة اللي بيعطيني اياها كل واحد فيهم عبارة عن 100 حصان، على افيشنسي تختلف لكل واحد فيهم، تمام؟ فالان انا شو بدي اسوي عشان اقارن ما بين تو موتورز؟ بدي احسب قديش استهلاك الكهرباء لكل واحد فيهم سنويا، واجمع لكل واحد فيهم التكلفة اللي اشتريتها فيه، تمام؟ وبالتالي لو نروح على البومب اي اللي هو المضخة اي، عشان اطلع قديش تكلفة الكهرباء اللي بيستهلكها كل واحد فيهم سنويا، بدي في النهاية تصفي عندي الوحدة النهائية دولار لكل سنة. وبالتالي انا عندي الطاقة اللي داخلة عليها عبارة عن 100 هورس باور على الافشنسي اللي هو 80% او 8 بالعشرة، نفس الاشي. بس انا عندي هو حكي لي بالسؤال في عندي علاقة ما بين الكيلو وات اور، الكيلو وات اور مع الدولار، وبالتالي انا لازم احول الوحدة اللي هنا من هورس باور لكيلو وات اور. في عندي علاقة، حكي لي انه الواحد هورس باور بتساوي هذا المقدار من الكيلو وات، تمام؟ انا عشان احول هنا الاشي اللي بدي اياه بخليه في البسط، والاشي اللي بدي اتخلص منه بخليه في المقام، تمام؟ بس مع الفاكتور تبعه، يعني مع المعامل تبعه، مع الرقم تبعه. يعني انا بدي اتخلص من هورس باور بخليها في المقام، عندي هي واحد هورس باور بخليه في المقام، واللي بدي اياه بالكيلو وات فراح تكون في البسط مع الرقم تبعه. هاي اسلوب احد اساليب التحويل، تمام؟ بس لكن انا عندي العلاقة من هون طلع، اذا بنلاحظ كيلو وات اور يعني بدي اضربه بساعة، وين الساعة ظهرت عندي هون؟ هياته 4000 ساعة في السنة. وبالتالي الاشي اللي بدي اياه بخليه في الاعلى، والاشي اللي بديش اياه بخليه بالاسفل. هسا الاشي اللي بدي اياه الاور، معناته بدي اخلي 4000 في الاعلى اور بيرير، اللي هو انا راح ادرس، راح اعمل دراسة على مدار السنة، تمام؟ هسا صارت عندي فوق كيلو وات اور. اذا بنلاحظ لان هاي لما تختصر هورس باور مع هورس باور بتروح بتصفي عندك كيلو وات اور على يير، تمام؟ يعني هسا بستطيع احول من الكيلو وات اور للدولار. هسا الاشي اللي بديش اياه اللي هو الكيلو وات اور بدي اختصره عشان كله، عشان يطلع في النهاية عندي كله بالدولار لكل يير، لان انا بعمل دراستي على مدار سنة. هو حكي لي انه كل موتور انت بتستخدمه فقط لمدة سنة، وبالتالي من هون بلاحظ انه الاشي اللي بدي اياه اللي هو دولار بخليه في الاعلى ضرب، يعني بخليه بالبسط 0.1 دولار، على الاشي اللي بديش اياه كيلو وات اور على 1 كيلو وات اور، تمام؟ اتوقع هيك طلع عن التكاليف كاملة، لان انا بدي اطلع التكلفة بالدولار لكل سنة. هسا لما اختصر كل الوحدات معي لازم تصفي عندي في النهاية التكلفة بير يير، وبالتالي هون اختصرنا هورس باور مع هورس باور، هون كيلو وات اور مع كيلو وات اور، بتصفي عندي عملية ضرب ارقام، بتضرب 100 ضرب هذا الرقم ضرب هذا الرقم ضرب هذا الرقم، بيطلع عندي البسط مقدار معين، تقسمه على 8 بالعشرة، ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد علينا 8 بالعشرة، بيطلع بالنهاية الجواب النهائي عبارة عن 37,300 دولار على يير. تكلفة الكهرباء اللي راح يستهلكها موتور اي بي سي في السنة او المضخة، تمام؟ نفس العملية للبامب الثاني 4XYZ بامب. تمام، نفس الاشي البي انبوت تبعته كانت عبارة عن 100 هورس باور لانه له ثابت الاثنين. قديش الافشنسي؟ 0.8 او 0.9 هون، لانه اختلفت الافشنسي هون، تمام؟
0.9 ضرب، بدي احول اسم هورس باور لكيلو وات، بضرب 0.7. طبعا ما كتبتش الوحدات هون لانه وضحناها في الفرع السابق او في الجزء السابق، تمام. في راح يشتغل كم 4000 ساعة في السنة. طبعا الاختلاف ما بين الموتور الاول والموتور الثاني هو في الافشنسي، تمام، في تكلفة الصيانة، وفي سعر الشراء المبدئي، تمام. ضرب 0.1، تمام. حكينا هنا 100 على 9 بالعشرة، تمام. في حولناها لكيلو وات كيلو وات اور او كيلو وات، هنا ضربناها في الاول صارت كيلو وات اور، ضربناها بالدولار لكل يير، تمام. هل هيك بيطلع معايا؟ بيطلع الجواب للفرع الثاني 33 بوينت او 33 واحد 33000 و156 دولار لكل سنة، تمام. هلا هاي تكلفة، هاي تكلفة الكهرباء راح تدفعها في كل واحد فيهم، تمام. بس لا، انا بدي التكاليف، بدي التكلفة كاملة، بدي عشان اختار البامب اللي بدي اياه، بدي اشوف قديش بالسنة الواحدة. هو حكى لي قارن على مدار سنة، صح؟ هلا لما اجي بدي اقارن على مدار سنة، فلازم اطلع قديش الكهرباء اللي بستهلك على مدار السنة، بدي اجمع له سعر الشراء اللي دفعته اول اشي، بدي اجمع تكاليف الصيانة في السنة الواحدة، لانه حكى على مدار سنة. لا حكى اذا selected pump will only be utilized for one year، يعني راح البومب راح تختاره راح بس يستخدم لمدة سنة. طيب هسا هذا سعر، هذا الاكسبنسز للالكتريك او تكاليف استهلاك الكهرباء، ممكن نحكي expenses of electric power for pump A and pump for pump ABC and pump XYZ. هلا عشان اطلع التكلفة كاملة، هسا A B C راح كان هون C T تبعتها total cost، تكلفة كلها راح تساوي عن تكلفة طبعا هون لكل سنة، طبعا لأنه ممكن على مدار أكثر من سنة ممكن تختلف تكلفة A B C total cost على مدار سنة. بجيب استهلاك الكهرباء تبعه زائد تكلفة الشراء تبعته هي 2900، تمام، زائد تكلفة الصيانة ممكن نحكي 170، كم راح يعطيني؟ فالجواب النهائي راح يطلع، وهذا التوت عبارة عن التوتال كوست اللي راح أدفعه، أو اللي راح أستطيع من خلال أقارن ما بين الموتور أو الموتور الثاني، 37300 زائد 2900 170 40300 70 دولار في السنة، تمام. البومب الثاني كمان نفس الاشي، لو اكس واي زد سي تي توتال كوست على مدار سنة راح يساوي 33.156000، تمام، زائد تكلفة الشراء المبدئي 6200، تمام، زائد 510
يساوي 30,506 زائد 6200 زائد 510، بيطلع عندي تقريبا ما يقارب 39,866. 100 دولار في السنة. هلا من خلال التكلفة لكل واحد فيهم سنويا، لاحظت انه هذا راح يكلفني. طبعا التكلفة المبدئية هاي بس، حتى لو قال لي قارنا على مدار مثلا اكثر من سنة، اللي راح يختلف استهلاك الكهرباء، لانك انت بتجيب استهلاك الكهرباء للسنة الواحدة وبتضرب عدد السنوات، تمام؟ واللي راح يختلف كمان الصيانة، لان هون الصيانة اتوقع سنوية، هون الصيانة سنوية، فانت بتعمل او هو حسب ما يقول لك في السؤال. احنا اعتبرنا هون الصيانة سنوية، وبالتالي تكلفة الصيانة لكل سنة بضربها بعدد السنوات. اما التكلفة المبدئية اللي هي تكلفة الشراء، انا مش راح اشتري كل سنة، هو اشتريت من اول مرة بس، اللي هو بس هاي التكلفة راح ادفعها بس في البداية، اللي هو تكلفة الشراء، تمام؟ فانا هون عمال بقارن على مدار سنة، ما بين معاي شو الفرق ما بينهم. اما لو بدي اقارن مثلا على مدار 5 سنين، تكلفة الشراء بضلها زي ما هي، تكلفة او تكلفة الشراء بضلها زي ما هي، بس تكلفة استهلاك الكهرباء في السنة بضربه بعدد السنوات، على سبيل المثال لو كان 5 سنين بضربه 5 سنين، وعندي تكلفة الصيانة بضربه بعدد السنوات، تمام؟ بيطلع عندي رقم. هلا ممكن على مدار اكثر من سنة تكون تكلفة اي بي سي اقل من تكلفة اكس واي زد، لانه انا هون واضح عندي على مدار السنة الواحدة، لانه انا واضح عندي على مدار السنة الواحدة انه تكلفة الموتور اي بي سي اعلى من تكلفة اكس واي زد، وبالتالي الافضل للاختيار اللي هو الموتور اكس واي زد هو الافضل، لان تكلفته على مدار السنة حسب ما هو حكالي انه كل موتور مش راح يشتغل اكثر من سنة، فعبارة عن 39,866 لكل سنة، وهذا 40,370، وبالتالي تكلفته أقل سنويا، وهو بالتالي أفضل، لأنه إحنا حكينا لما يكون في عندك خيارات كلها عبارة عن تكاليف باخذ أقل تكاليف، لما تكون خيارات عبارة عن أرباح باخذ أعلى أرباح. إذا بنلاحظ ملاحظات بسيطة، لو أجينا نلاحظ على سبيل المثال هنا، بنلاحظ إنه البامب اكس واي زد كانت الفعالية تبعته 90%، تمام؟ فأنا مش راح أستهلك كهرباء كتير، مش راح يكون في عندي لوسز، مش راح في ضيع لوسز، راح تكون نسبة الضياع أو نسبة الخسارة في الكهرباء الداخلة لهون 20%، هون نسبة الخسارة 10% أقل، تمام؟ فهذا الموتور فعاليته أكبر، فراح يكون سعره أعلى. إحنا بنعرف هو بالمنطق لازم يكون كل ما كان الاشي افضل فلازم احنا فلازم يكون سعره اعلى. في مثل بيحكي لك كل اشي سعره فيه، يعني شو معنى كل اشي سعره فيه؟ يعني انت كل ما دفعت اكثر كل ما حصلت اشي احسن، وبالتالي بنلاحظ البمب هذا الافشنس تبعته 90%، وبالتالي كانت سعره 6200، بينما هذا 80% كان سعره 1900. هون لما تجيب موتور لما تجيب القطعة احسن، وبالتالي تكلفة صيانتها اعلى. هلا لما انت تحكي مثلا عن سيارة لامبورجيني، مثلا مع سيارة افانتي، اي شغلة صغيرة بتصير باللامبورجيني تكلفتها ثمن وقدره، بينما بالافانتي ممكن يكون تكلفة تقليد ممكن كثيرة، بينما باللامبورجيني راح يكون تكلفته كثير عالية، لانه سعر السيارة كثير كبير، والافشنس تبعتها راح تكون اعلى، تمام؟ بعض الملاحظات البسيطة، وبالتالي اذا بنلاحظ انه كانت البامب اكس واي زد كان فعاليته اكبر، فكان استهلاكه للكهرباء في السنه اقل، هياته 30,156، بينما هون كان في عنده نسبه الضياع 20%، لانه كانت فعاليته عباره عن 80%، وبالتالي كان نسبه استهلاك الكهرباء اكبر من اكس واي زد، وكان نسبتها 37,300 دولار، تمام؟ طبعا هذا المثال بجزء من اهم الامثله في تشابتر 2. يعطيكم العافيه.